هنا بقى لما بدخل والاقي الخاص وجنب منه الفجل والجرجير، خاص الكابوتشا والخاص البلدي والخضره، وطبعا الفلفل والبنجر، الفلفل الحامي الاصفر والاخضر والحاجات الالوان، الحاجات دي الكرفس بتشد الواحد دايما بقى، مع البصل الاخضر والكرنب والارنبيت اهو، شوف معايا كده الله. هنا بقى واحدة البصل دي ب3 جنيه وواحدة الخس دي يعني الرابطة كاملة ب5 جنيه، حاجات جميلة وحاجات حلوة. أول حاجة بتشد انتباهي وأنا داخل السوق الحاجات اللي زي كده. بقف بقى عند الإيه؟ الفول الأخضر. الكل طبعًا بيعشقه وبيحبه، وهو في الأرض لما بيتاكل كده من على الشجر بيبقى طازة، حاجة تانية، قصة وحكاية ورواية. المنتجات الشتوية الحلوة دي، ده بيتعمل بالصلصة يا جماعة، وبيتعمل في الرز أبو خلطة، بيبقى حلو أو الفول الأخضر بقى وعشاقه. تعالوا مع بعض نتكلم على السوق الجديد اللي اتعمل بشكل رائع منظم. لما بتدخل تلاقي أي تاجر فاكهة تلاقي كل حاجة عنده أهو في المكان، زي ما انتوا شايفين كده في مكان واحد، تاخد كل حاجة مرة واحدة وتطلع من عنده، ما تلفش كتير أهو، والأسعار كلها زي بعضها، بس انت تختار المكان اللي حضرتك عايز تشتري منه وتبضى حاجتك وتتوكل على الله. الأمانة والإخلاص والأدب والاحترام وكل حاجة حلوة موجودة هنا مع الناس اللي بتبيع في سوق الخضار والفاكهة في البحر الأحمر. المكان طبعا اتغير، الناس اللي عايشة معانا هنا في الغردقة طبعا كان السوق القديم بتاع زمان، النهاردة عمر سوق جديد حلو قوي، كل حاجة منظمة. طبعا تقعد بقى عند بتاع الخضرة أو الخضار تشتري كل حاجة، الليمون والجزر والطماطم والخيار والكوسة والبتنجان والبصل والبطاطس، كل حاجة موجودة في مكان واحد، بتبضع وتاخد حاجتك وتتوكل على الله. شايفين كل واحد له مكان منسق ومنظم، يمين وشمال اختار زي ما حضرتك عايز واشتري من مكان واحد واطلع على طول. هوريلكم البوابة بتاعت السوق اللي من فوق هتشوفوها، المكان بقى تحفة يا جماعة. البحر الأحمر عالم تاني وحياة تانية خالص، مهما نتكلم عنها فهي الأجمل وهي الأحلى، برضو هي السحر والجمال. شايفين البوابة بتاعت السوق أهو، وبان مننا كده بقى ها الموقف، تاخد حاجتك وتتوكل على الله. شوارع الغردقة الجميلة الساحرة، يوم جميل يوم ممتع، ابلوه دايما بذكر الله والصلاة على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب أشوفكم دايما في سعادة وخير، ومصر كلها تكون في أمن وأمان وخير وسعادة إلى أن تقوم الساعة. حبايب قلبي انتظروا مني أجمل الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.